السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الدرس المهم جدا، الدرس 45 من ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم كلمة مهمة جدا، كلمة another كلمة مهمة جدا، لذا فلنكتشف أسرار هذه الكلمة معا. Get ready, write all the phrases. So you need a notebook, a pencil, just 2 minutes and repeat after me 5 times loudly. أما الآن اضغط على إعجاب، سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. التكرار أم المهارات، لذا كرر الدرس عدة مرات وكرر العبارات عدة مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح من أول مرة. كلمة another لديها مجموعة من المعاني: another آخر، ثاني أو ثم أو كم. Another. المثال الأول: They scored a goal from another corner. They scored a goal. سجلوا هدفا from another corner. هيا لنقرأها معا. They scored a goal from another corner. أحسنت. المثال الثاني: We climbed in. الب هنا لا تلفظ. We climbed in معناها صعدنا أو تسلقنا. We climbed in and didn't say another word. ولم نقل and didn't say another word. ولم نقل كلمة أخرى until we were حتى until we were a block away from school. على بعد حي من المدرسة. هيا لنقرأها معا. We climbed in and didn't say another word until we were a block from school. أحسنت. مرادفات كلمة another: second Last. Else. أما الآن حاول كتابة جملة باستخدام كلمة another، مستخدما فيها كلمة another. حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة another من عندك أو من العبارات التي مرت علينا في هذا الدرس. كلمة another. بإمكانك كتابة هذه الجملة أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى تشاركنا قدرتك وتمكنك من هذه الكلمة. شكرا لك على المتابعة، استمر بالمثابرة وانتظرنا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.